أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وإليكم ما فيها. قوات شعبية سورية تستعد للدخول إلى عفرين، وتركيا ترحب شرط عدم حماية وحدات حماية الشعب. لافروف يحذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار ولا يستبعد تكرار سيناريو حلب في الغوطة. تعاون أمني روسي جزائري لمكافحة الإرهاب واتفاق على السعي إلى سعر مقبول للنفط في الأسواق. تظاهرة للأطباء الجدد في تونس احتجاجا على مماطلة السلطات في إصدار قوانين تنظم عملهم. أهلا بكم. قال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد سعيد منتظر المهدي إن ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي قتلوا وجرح آخرون إثر دهسهم بحافلة خلال تجمع اعتراضي لعدد من جماعة الدراويش في طهران. وينضم إلينا من طهران مراسل الميادين حازم كلاس. حازم مساء الخير، وما هي آخر التفاصيل لديك حول هذه الحادثة؟ نعم، في الواقع هذه الحادثة وقعت في شارع باستاران في شمال العاصمة الإيرانية طهران، وبحسب المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي فقد تم ضبط الوضع الأمني في المنطقة. في الواقع هذا التجمع للدراويش في هذه المنطقة تحديدا هو لأن أحد أقطابهم وهذه الجماعة تحديدا وهو نور علي زاباندي منزله موجود في تلك المنطقة، وانتشرت معلومات أن قوى الأمن تريد إلقاء القبض عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أن أحد أقطاب الدراويش أيضا في إيران وهو نعمة الله رياحي كان قد تم إلقاء القبض عليه قبل بعض يعني قبل فترة وجيزة، لذلك كان هذا التجمع الاعتراضي من قبل عدد من الدراويش، وبطبيعة الحال لم يكن مرخصا هذا التجمع، ولذلك تعاملت معه قوى الأمن وحاولت تطويق يعني المنطقة كي وتفريق المتجمعين، لكنهم لجأوا إلى العنف وقام أحدهم بركوب حافلة وتحرك ما أدى إلى أضرار مادية أيضا، عشرات يعني حوالي 12 سيارة يعني تضررت نتيجة هذه الحافلة، وأيضا يعني قتل عدد من عناصر قوى الأمن الشرطة ثلاثة ونقل عدد آخرون إلى المستشفى، ولكن الأوضاع عادت إلى طبيعتها. إلقاء قوى الأمن يعني الداخلي القبض سابقا على أحد أقطاب الدراويش يعود إلى اتهامات تتعلق ب يعني محاولاتهم أو بيانات صدرت عنهم دفاعا عن بعض التحركات أو الاضطرابات التي حصلت في إيران مؤخرا، حيث تم هناك إحراق لعدد من المساجد وعدد من الأماكن الدينية، وبناء على ذلك كان هذا التجمع الاعتراضي الذي تعاملت معه القوى الأمنية، وبحسب كما ذكرت بحسب المتحدث باسم القوى الأمنية فقد تم السيطرة على الموضوع. نعم حازم كلاس مراسل الميادين كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات شعبية موالية للحكومة ستدخل عفرين في شمال سوريا خلال ساعات للتصدي للهجوم التركي المستمر على المنطقة منذ شهر. وأضافت الوكالة أن انخراط القوات الشعبية في مقاومة العدوان التركي يأتي في إطار دعم الأهالي والدفاع عن والدفاع عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها. سبق ذلك دخول وفد مدني من منطقة الشيخ مقصود ومنبج في ريف حلب إلى عفرين لتقديم الدعم، ذلك برعاية الدولة السورية. وأكد موفد الميادين أن دخول هذه القوات إلى عفرين يتكامل مع صمود وحدات حماية الشعب في صد الهجوم التركي.
هذه التطورات تزامنت مع قصف تركي لمناطق عديدة في عفرين استهدف طرقا في مريمين وباسوطة وجبل الأحلام، ينتظر أن تسلكها القوات الشعبية السورية أثناء دخولها إلى المدينة. إلى ذلك أشار مراسلنا إلى استشهاد طفلة وإصابة 8 مدنيين نتيجة القصف التركي على باسوطة. وكان قد أفاد بأن وحدات حماية الشعب صدت هجوما للمسلحين على محور الشيخ حديد في المدينة. تطورات عفرين. وكبه وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بتصريحات من الأردن رحب فيها بدخول الجيش السوري إلى عفرين شرط ضرب الإرهابيين بحسب تعبيره، وأضاف أن بلاده تدعم وحدة أراضي سوريا. نرحب بدخول القوات السورية إلى عفرين لتطهيرها من الإرهابيين، ولكن إذا ما دخلت لدعم المسلحين الكرد فإننا سنقضي عليهم أيضا ولن يوقفنا أحد عن متابعة طريقنا. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع السوري باتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. ونقلت قناة CNN التركية عن أردوغان أنه قال لبوتين إن الحكومة السورية ستواجه عواقب إذا أبرمت اتفاقا مع وحدات حماية الشعب الكردية ضد العملية العسكرية التركية. ما أن انتهت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن حتى انطلق الحوار في منتدى فالداي الدولي في موسكو، حيث برزت الرسائل السياسية الروسية الإيرانية متقاربة حيال السياسة الأمريكية في المنطقة ولا سيما في سوريا. وزير الخارجية الروسي دعا الولايات المتحدة إلى عدم اللعب بالنار ولم يستبعد تكرار سيناريو حلب في الغوطة الشرقية، فيما تحدث نظيره الإيراني عن فرصة مناسبة للحل السياسي. سلام العبيدي. افتتاحية المنتدى كانت روسية إيرانية بجدارة. الشريكان يتفقان على أهمية العمل الجماعي في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط بعيدا عن تكتيك اقتناص الفرص لتحقيق مكاسب آنية يرون أنها لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة على المدى الاستراتيجي البعيد. ما هي الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط؟ وما هي الخطوات اللاحقة التي ستقدم عليها موسكو في المنطقة؟ وما هي تصورات روسيا لإعادة هيكلة العلاقات الإقليمية؟ وكيف سيتعامل اللاعبون الآخرون مع الأنشطة الروسية في الإقليم؟ أسئلة عديدة تبحث عن أجوبة في نقاشات منتدى فالداي. أعتقد أن نجاح التسوية السورية لا يتوقف على ما تستطيع روسيا أن تفعل، وإنما على ما لا يجوز أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون من الأفضل لو أن الولايات المتحدة تكف عن اللعب لعبة خطيرة للغاية من شأنها أن تؤدي إلى تقطيع أوصال الدولة السورية. من الإشكاليات التي تعيق الحلول لقضايا المنطقة المواجهة بين عدد من دول الخليج وإيران. طهران التي لطالما دعت إلى حوار بناء مع هذه الدول يمكنها أن تعول اليوم على موسكو في الدفع باتجاه تطبيع العلاقات مع جاراتها. يجب التخلي عن عقيدة الأحلاف في المنطقة وإقامة نظام أمني مشترك وقوي للجميع، ويجب أن نشكل شبكة أمنية مشتركة لكل دول الخليج تشمل إيران والعراق أيضا بغض النظر عن حجم الدولة وإمكانياتها. أما روسيا فيمكنها أن تؤدي دورا مهما في هذه الترتيبات. الأزمة السورية التي أصبحت البوابة العريضة لعودة روسيا إلى الشرق الأوسط كانت العنوان الأكبر للمنتدى، ولا سيما عندما يتطرق الحوار إلى أبعاد استراتيجية موسكو في المنطقة. مستمرون في مسارين اثنين، المسار الأول هو مكافحة ما تبقى من جيوب إرهابية على الأرض، والتي كما قلنا أن تركيا وأمريكا توفران غطاء لهذه الجيوب الإرهابية، والمسار الثاني هو المسار الدبلوماسي والمسار السياسي الذي تقوده روسيا، ونحن نتعاون ونتبادل الآراء مع الاتحاد الروسي حول كل الخطوات الدبلوماسية والسياسية التي يمكن أن تقود إلى حل في سوريا. الحوار في فالداي يجري عقب مؤتمر ميونخ للأمن مباشرة، ما يعني أن موسكو هي الأخرى تملك ساحة ليس فقط للنقاشات وإنما لتقديم وصفات علاج لعلل الإقليم. الرؤى الروسية والإيرانية هي التي حددت مجرى الحوار في منتدى فالداي. موسكو وطهران تؤمنان بالحلول الجماعية لمشاكل الشرق الأوسط، وأن هذه الحلول يجب أن تستند إلى آليات جديدة. سلام العبيدي، موسكو، الميادين.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن المشكلة في مبادرات بعض أعضاء مجلس الأمن لوقف هجوم الجيش السوري في إدلب هي أنها محاولة لحماية جبهة النصرة. قدمت في الأمم المتحدة مبادرات عديدة بالنسبة للغوطة الشرقية وإدلب، من بينها وقف الهجوم ووقف الأعمال القتالية لمدة شهر من أجل وصول المساعدات الإنسانية. لكن ما المشكلة في هذا؟ المشكلة هي أنه في الغوطة الشرقية وإدلب الهجوم يستهدف جبهة النصرة. كل دعوة إلى وقف هجوم الجيش السوري بالتزامن مع رفض مبادرتنا تنم عن محاولة لحماية جبهة النصرة. نبقى في سوريا، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين تنظيمي داعش والنصرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق لليوم السادس، وتمكن مسلح داعش من السيطرة على أكثر من نصف مساحة المخيم بعد الهجوم على مقر النصرة في منطقتي الوسيم والمشروعة وشارع حيفا، وباتت النصرة محاصرة من قبل مسلح داعش داخل اليرموك. ديما نصيف. لم يطل الأمر كثيرا بمسلحي داعش وهم يتسللون بين ركام مخيم اليرموك للوصول إلى مقار النصرة واستعادة الأبنية التي سيطرت عليها. 6 أيام كانت كافية ليتمدد داعش إلى أكثر من نصف مساحة المخيم. السيارات المفخخة علامة داعش الفارقة وميزتها لم تغب في القتال. مسلح التنظيم فجروا مفخخة في منطقة المشروع قبل الاشتباك مع النصرة والتمدد نحو أحياء المشروع والوسيم وشارع حيفا وسط المخيم. داعش الذي يعد 2000 مسلح في المخيم انقلب على النصرة قبل عام بعد تحالف جمعهما قبل 3 أعوام أدى إلى تصفية كل المجموعات التي كانت تقاتل داخل المخيم، وبات اليوم يحاصر 160 مسلحا في 4 أمتار في ساحة الريجة غرب المخيم. لا خيارات كثيرة للنصرة إلا في مبايعة داعش أو تسليم عناصرها أنفسهم للجيش السوري. النصرة أيضاً تطاردها هتافات الأهالي لطردها من مناطق جنوب دمشق القريبة من المخيم. لا داعش ولا تكفير. لا داعش ولا تكفير. لا بيئة حاضنة لها ولا لداعش في بلدات بيت سحم ويلدا وببيلة التي صالحت الجيش السوري قبل 4 أعوام. التوسع على حساب النصرة في المخيم يستبق المزيد من الانشقاق في صفوفها التي تعاقب الكثير من عناصرها خلال الأسابيع السابقة على تغيير وجهة بندقيتهم ضد داعش. داعش تحول إلى الفصيل الأساسي في المخيم وحوله معقلا بديلا عن البلدات التي طرده منها جيش الإسلام في الغوطة الشرقية قبل سنوات. داعش الذي خسر معاقله الأساسية في سوريا وفقد أغلب موارده يتوسع في مخيم اليرموك، وهو خرق قد يمهد للتمدد نحو مناطق أخرى في بيت سحم ويلدا وببيلة. يحضر داعش مفخخاته لاقتحامها على ما نقل ناشطون. الهامش السياسي يضيق في المخيم مع تقدم داعش وفشل كل المحاولات لإخراجه. الوساطة الرسمية الفلسطينية توقفت، وقد ينتظر المخيم حسم عسكري إذا ما احتله داعش بشكل كامل. ديما نصيف، دمشق، الميادين. أمر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل بملابسات الحادثة التي تعرضت لها قوة من الحشد الشعبي في منطقة السعدونية في قضاء الحويجة التابع لكركوك. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال استقباله جثامين الشهداء 27 الذين سقطوا في كمين نصبه إرهابي داعش، أكد نقلا عن العبادي أن دماء الشهداء لن تضيع وأن الثأر سيكون عبر القضاء على آخر بقايا خلايا عصابات داعش. قبل قليل تكلم معي السيد رئيس الوزراء وأشار إلى التحقيق في الحادث وضرورة استكمال تطهير هذه المناطق، وإن شاء الله نحن ماضون بهذا العمل ولا يثنينا هذه التضحيات وهؤلاء الخسائر التي قدمت هذا اليوم. أرجأت محكمة بحرينية محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان إلى 1 من الشهر المقبل، حيث تتهمه السلطات بالتخابر مع قطر. هذا ويحاكم الشيخ سلمان ومعه قياديان في الوفاق على خلفية اتصالات مع قيادات قطرية في شباط فبراير وأذار مارس عام 2011 عقب المبادرة الأمريكية القطرية لاحتواء الاحتجاجات في البلاد. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
جديد أهلا بكم. في صفقة تقدر ب 15 مليار دولار وقعت شركة دلك الإسرائيلية اتفاقيتين لتصدير الغاز إلى مصر مع شركة دولفينوس المصرية من غاز شرق المتوسط. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رحب بالاتفاق ووصفه بالتاريخي. أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذا الاتفاق سيدر المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة وتأمين الرخاء للإسرائيليين. الكثيرون لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء. قال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إن اليمن كدولة يكاد يكون قد ولى عن الوجود، واصفا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالضعيفة والعاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه سكانها. واعتبر التقرير أن تبادل إطلاق الصواريخ البالستية بين أنصار الله والسعودية يمكن أن يحول النزاع من محلي إلى إقليمي. أحمد عبد الرحمن. ثلاث سنوات من الحرب في اليمن قضت عليه كدولة وحولته إلى دويلات متحاربة تفقد القدرة السياسية والعسكرية لإعادة توحيده أو لتحقيق نصر كامل في الميدان. بهذه الحقيقة الصادمة افتتح فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن تقريره النهائي، حقيقة تعكس باختصار واقع الحرب على هذا البلد. تقرير الدولي في هذا الجانب يعني هو دقيق في التوصيف بأن الجميع مشتركين في الجرائم، لكن غير دقيق فيما يتعلق بالتغاضي عن القوة الأقدر على التدمير وهي التحالف العربي بقيادة السعودية. التقرير الأممي أشار إلى تآكل سلطة حكومة الرئيس هادي وضعفها في الجنوب إثر صراعها مع المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال، كاشفا عن وجود قوات تعمل بالوكالة في الجنوب بينها القاعدة وداعش والتي تسلحها وتمولها دول التحالف السعودي. حكومة هادي لا أثار لها، صحيح، هذا صحيح من زمان هذا. ولو كانوا يتكلموا عن الشرعية اللي بيتكلموا عنها أنه اليوم من أجل الشرعية والدفاع عن الشرعية، كان يفترض أن الشرعية أعيدت إلى عدن بعد ما حرروها على قولهم. فريق الخبراء اتهم جميع الأطراف ولا سيما التحالف السعودي وغاراته الجوية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع خلال العام 2017 للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تركيزه على ما وصفها بانتهاكات قوات الحوثي صالح. التقرير المهم والخطير في تفاصيله أشار على نحو عابر إلى استخدام التحالف السعودي للتجويع كوسيلة حرب بإغلاقه جميع المعابر البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية، إشارة هي بمثابة الإدانة لتحالف العدوان. تقرير أممي يقتل آمال اليمنيين بانتهاء الحرب وعودة بلدهم ككيان واحد، ويرسم خطوطا عريضة لمستقبل اليمن في ظل مراهنة جميع الأطراف على الحسم العسكري وقدرتها على تحقيق انتصار من شأنه إلغاء ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية كما أشار التقرير. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا والجزائر ستطلقان تعاونا عبر الهيئة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب. لافروف وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل أشار إلى الاتفاق على وضع قنوات التعاون عبر وزارتي الخارجية وعبر قنوات وزارتي الدفاع ومجلسي الأمن في البلدين.
وزير الخارجية الجزائري بدوره تحدث عن التعاون النفطي بين البلدين، وأكد سعي الجزائر وروسيا إلى بلوغ مستوى أسعار من النفط والغاز يرضي جميع الأطراف. وأشار مساهل إلى وجود عدد كبير من المجالات للتعاون بين روسيا والجزائر، منها الزراعة والطاقة وغيرها، وشدد على أهمية الاتفاق لإلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين. ومعنا من العاصمة الجزائرية مراسل الميادين أسامة عبد النور. أهلا بك أسامة، ماذا في تفاصيل هذا التعاون الروسي الجزائري، يعني الذي يطال أكثر من ملف، أكان نفطي أو اقتصادي وحتى أمني؟ بالفعل مساء الخير. ثلاث ملفات أساسية في زيارة مساهل إلى روسيا، إلى ثلاث دول حقيقة في المنطقة، وهي روسيا الفيدرالية وروسيا البيضاء وبعد غد تركيا أنقرة. ففي الحقيقة زيارة مساهل تأتي استمرارا للزيارة الأخيرة لديمتري ميدفيديف إلى الجزائر شهر أكتوبر من السنة الفارطة، والذي تم فيه الإعلان عن الحوار الجزائري الروسي الاستراتيجي الذي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى، وهي الاستفادة من تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب وفتح قنوات التعاون الأمني والاستخباراتي لدحر هذه الظاهرة في شمال إفريقيا والقارة السمراء، خاصة في المنطقة الرخوة في الحدود الجزائرية مع ليبيا، وخطر عودة المسلحين أو المقاتلين بين قوسين إلى أوطانهم العائدين من بؤر التوتر. أما في الجانب العسكري فهناك مثل ما كان تم الاتفاق عليه اتفاق تعاون عسكري تكنولوجي واعد، خاصة بعد موافقة الجزائر على الانضمام إلى بنك المعلومات الخاصة بالإرهاب الذي أقامته لجنة الأمن ومجلس الأمن الروسي. وكذلك يأتي هذا يعني تطويرا لهذه التعاون الجزائري الروسي في المجال العسكري، حيث أن الجزائر هي الزبون رقم واحد بالنسبة للصناعة العسكرية والأمنية والتكنولوجيا لروسيا. نعم مراسل الميادين، نريد أن نواصل معك هذا الموضوع ونتحدث عن الموضوع النفطي، ماذا في هذا الخصوص؟ بالفعل الجزائر وروسيا يعني أطلقتا مبادرة من أجل الوصول إلى سعر يرضي الجميع، و سعر توافقي لأسعار الغاز خاصة والنفط في منظمة الأوبك. أنت تعلمين أن الجزائر عضو فعال في هذه المنظمة، وكذلك تم تسييس أسعار الغاز والبترول مؤخرا واحتكارها من طرف الكارتل الخليجي الذي يستعمله كورقة ضغط اقتصادية من أجل زعزعة اقتصاديات دول وثني مواقفها السياسية تجاه قضايا سياسية معينة. فالجزائر وروسيا تسعيان إلى وضع آلية لكي تضمن استقرار أسعار النفط ولا تستعمل كورقة ضغط في هذا المجال السياسي، ولها علاقة مباشرة ببؤر التوتر مثل سوريا وإفريقيا وعودة داعش وما شابه. نعم أسامة عبد النور مراسل الميادين، كنت معنا من العاصمة الجزائرية، شكرا جزيلا لك. في تونس نظم الأطباء الجدد تظاهرة احتجاجا على مماطلة السلطات في إصدار قوانين تنظم عمل الأطباء في المؤسسات الاستشفائية. عماد شطارة. يوم غضب للأطباء الشبان، تعبئة وتنظم ورفع لمستوى الاحتجاج وتلويح بالتصعيد. تحرك يأتي بعدما يصفونه بتعسف سلطة الإشراف في تقرير مصيرهم المهني وتجاهلها لاتفاقاتها السابقة ولمبدأ التشاور والحوار مع هياكل المهنة، بما يتهدد حقهم في نيل شهادة الدكتوراة في الطب. سوف تفصل فيه بين الشهادة الوطنية لدكتور في الطب التي تتوج مسارا المشترك كأطباء بغض النظر عن اختصاصاتنا، وتدمج هذه الشهادة مع شهادة الاختصاص، وتحرمنا من تسلم شهادنا إلا بعد انتهاء جميع سنوات التكوين، يعني بعد البكالوريا التونسية أول شهادة نتسلمها حسب هذا المشروع ستكون بعد 9 سنوات من الدراسة على الأقل. اليوم تعرفوا الناس الكل اللي ما ثماش قانون أساسي منظم لعمل الأطباء الداخلين المقيمين في علاقة بعدد ساعات العمل، عدد ساعات الاستمرار، الراحة بعد الاستمرار، يعني نسميهم نحن ليغارد في السبيطارات. يعني المواطنين لازم يعرفوا أنه راهو ثم دي ميدسان دي جان قاعدين يعديوا عليهم وهم مش راقدين 48 ساعة على بعضهم، وهم يخدموا حتى 72 ساعة على بعضهم. ظروف عمل لا تحترم الجانب الإنساني ونسق ساعات عمل يتجاوز قدرة التحمل البشرية كما يقولون، لمباشرة عدد من المرضى يفوق بكثير الحد الأقصى لنظرائهم
كل ذلك في غياب قانون أساسي ينظم عملهم ويحميهم من التتبع الجزائي في حال الوقوع في خطأ طبي، زيادة عن مستوى أجر عند مباشرة المهنة لا يغطي أبسط الحاجيات. عمل الخدمة الميدانية يلقى الطبيب بعد 11 عام من العمل يلقى روحه مش يتعين في منطقة تعينها الوزارة، هذا معنا فيه حتى مشكل. أما كتعينك الوزارة وما تحترمش قوانين العفاء متاحة اللي منها الحمل، اللي منها النساء، اللي نحن النساء الوحيدات اللي هما الأطباء، النساء اللي هما يخدموا يقضيوا عام الخدمة المدنية، ونتفاجئوا كان يخلصوا 700 دينار، 700 دينار حقيقة ما عادش نجم تعيش في تونس. عن حق الجميع في منظومة صحية سليمة يدافعون، هكذا يقولون، منظومة يريدونها شفافة إزاء القانون في الحقوق والواجبات ونظام الأجور قبل أن تستنزف ظاهرة الهجرة نخبة كفاءات البلاد. قطاع الصحة العمومية عليل والأطباء الشبان يخوضون معركة مصير، وفي مقدمة المطالب إصلاح القوانين المحددة لنيل شهادة التخرج ولظروف وساعات العمل. عماد شارة، تونس، الميادين. العناوين: قوات شعبية سورية تستعد للدخول إلى عفرين، وتركيا ترحب شرط عدم حماية وحدات حماية الشعب. لافروف يحذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار، ولم يستبعد تكرار سيناريو حلب في الغوطة. تعاون أمني روسي جزائري لمكافحة الإرهاب، واتفاق على السعي للوصول إلى سعر مقبول للنفط في الأسواق. تظاهرة للأطباء الجدد في تونس احتجاجا على مماطلة السلطات في إصدار قوانين تنظم عملهم. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. النشرة انتهت، إلى اللقاء.